صباح الفل، ازيك اخبارك ايه يا اينو؟ عامل ايه يا حبيبي؟ اخبارك يا حبيبي؟ كله تمام؟ طيب كله تمام. معلش احنا مكلمينك، واضح كده انك مع الاسره. لا لا النهارده بس عندي اجازه كده، فالنهارده كان عارف ان عندنا ماتش اول امبارح وكسبنا الحمد لله 4. مظبوط، واخدين كابتن خالد عماش مدينا اجازه كده، فيا دوب النهارده بس كده انت عارف مع الاولاد وكده. طيب يلا، انا مش هعطلك كتير. اخبار المفاوضات ايه مع النصر؟ لا تمام، يعني يمكن كل يوم بيكلموني صراحه، ولغايه امبارح لسه كابتن احمد عبد المنعم كشري كان لسه امبارح بيكلمني بالليل. تمام. والناس يعني طبعا انا بشكرهم من خلالك ومن خلال البرنامج المحترم طبعا، اللي هم عارفين اينو وعارفين قدراته، وكابتن اسامة عرابي طلب اللي هو يتعاقد معايا في يناير. تمام. انا اصلا عادي يا فايز، انا ماضي سنه واحده في فاركو، وانا دلوقتي من حقي اللي انا امضي في اي حته نفريه، انا فاضل لي 4 شهور بس في النادي. تمام. فهم دلوقتي عايزيني من شهر واحد من يناير. فانا يعني الحقيقه انا يعني فتحت باب كده في النادي واتكلمت مع كابتن خالد عبده مدير الكوره. تمام. وقلت له اللي فيه عرض وكده، وتبقى فرصه كويسه ان انا ارجع تاني للدوري. ترجع تاني ممتاز يعني. انا لما نزلت اول مره العب درجه ثانيه ممتاز. انا لما نزلت بس عشان كان عندي عرض في تايلاند، ما اعرفش انت كان عندك خلفيه ولا لا. وانا في تايلاند كان فتره الكبت في مصر قفلت، فعقبال ما رجعت فما كانش في قيد هنا، يعني كان فتره الانتقالات قفلت. تمام. هو ده، قلت بدل ما اقعد في البيت بتاع الفتره دي انزل بحيث ان انا احافظ على لياقتي وكده يعني. بس فاركو برضه فرقه محترمه يعني، بالامكانيات واللعيبه اللي معاك ما تحسش انك بتلعب في دوري درجه ثانيه. لا خالص خالص. فاركو من الانديه فعلا اللي الواحد يحس فعلا ان انت بتلعب في الدوري الممتاز. صح. سواء امكانيات، احسن فنادق بتقعد فيها، معاك لعيبه كلهم جابوا ممتاز. صح. ممتاز. كابتن خالد القماش، كابتن مشيع عثمان قبل كده، يعني انا عايز اقول لك اللي فعلا بجد احنا الواحد ما بيحسش خالص ان هو بيلعب ممتاز دي. فانا مبسوط جدا بفاركو، نادي محترم، وان شاء الله بننافس على الصعود بامر الله. احنا دلوقتي فرق بيننا وبين بلديه المحله الاول 6 نقط. صح، ماتشين اللعيبه كلها مركزه اللي هي تصعد، فربنا يكرم يعني ان شاء الله. واليومين الجايين دول هم اللي بقى يعني هيفصلوا بقى، هل نادي فاركو هيوافق ان انا همشي واروح التعدين ولا يعني ايه؟ مش عارف يعني. طيب. انت عارف انا زي ما بقول لك انا فاضل لي 3 شهور أو 4 شهور في عقدي. انا عارف يا اينو انك انت بينك وبين نفسك في صراع. النصر التعدين ممتاز، بس فرقه عايزه تهرب من الهبوط. طب انا فاركو مأمن نفسي وانا لاعب اساسي وبنافس على الصعود، فانت ده صراع بينك وبين نفسك. انا عارف والله، انا بيني وبينك انت عارف انت اخويا وحبيبي، انا والله انا محتار يعني. ناس كتيره وانا استشرت ناس كتيره، ناس تقول لك لا ارجع الممتاز مهما كان، انت بترجع الممتاز تاني بترجع اسمك تاني وكده. صح. ناس تانية تقول لك لا استنى، فريق فاركو فريق كبير وفريق محترم ومعاك لعيبه يعني كبيره ولعيبه كلها اسماء، لو 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 نافسنا لغايه اخر دقيقه وصعدنا هتبقى دي حاجه كويسه في السي في بتاعي اللي انا صعدت الفرقه، فتبقى حاجه كويسه ليا. فوالله انا مش عارف لغايه دلوقتي ايه الحل، فانا يعني انا سايبها على الله. استخير يا اينو. انا سايبها على ربنا، وطبعا القرار الاول والاخير طبعا في الاداره في فاركو، عشان انت عارف انا زي ما بقول لك انا فاضل لي 3 شهور أو 4 شهور، فانا لو مشيت حتى لو وافقولي هيبقى عن طريق النادي، يعني مش هينفع امشي دلوقتي. طيب. لو ما حصلش نصيب يبقى اي عروض ثانيه هتكون يعني في نهايه الموسم، يعني بعد 4 شهور، عشان ساعتها هكون انا فري خلاص يعني. طيب اينو، انت كان في انذار ما تسجلش صحيح؟ في ايه؟ اينو سامعني يا اينو؟ ايوه معاك يا فايز. طيب انت القرار المفروض انت خلاص انت كشخص مقتنع بالموضوع، بس انت سايب الموضوع لفاركو صح؟ هو انا سايب الموضوع ده. طب النصر عارض موسم ولا عارض كذا موسم؟ لا النصر عايزني يعني اليومين دول، بحس ان انا ابتدي معاهم بعد الاجازه على طول، عايزيني في يناير بقى ابتدي معاهم الدور الثاني، عايزين نلعب معاهم الدور الثاني على طول. طيب على بركه الله ان شاء الله خير، واستخير يا اينو باذن الله ان شاء الله تبقى خطوه موفقه، سواء انتقلت لنصر التعدين او فضلت في فاركو. انت لاعب يعني محترم جدا، لاعب مميز ليك تقلك في اي فريق بتروحه، وده اللي احنا ملاحظينه مع نادي فاركو. ميرسي يا فايز، ربنا يخليك، وبتمنى لك التوفيق، وانت اعلامي محترم ودايما بتجيب الاخبار الجميله وقناه محترمه طبعا زي نهار الرياضه. الله يخليك، وبتمنى لك كل التوفيق وكل سنه وانت طيب. وانت طيب يا رب، بصحه وسلامه يا اينو. تسلم لي يا رب، شكرا جزيلا. بالتوفيق معتز اينو، لاعب نادي فاركو، وعرفنا معاه ان هو بالفعل في عرض من نادي النصر التعدين، وكابتن اسامه عرابي عايزه بشده خلال الفتره الحاليه، فتره انتقالات يناير. واينو فاضل له 4 شهور في عقده، ولكن الكره دلوقتي في ملعب مجلس اداره نادي فاركو.